الفقر عمر الفقر ما صار عيب. يا جماعة لو ان الفقر عيبا ما جاع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لو ان الوجع عيبا ما توجع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، لا يمكن نشبع ورسول الله جاع، لا يمكن نفرح ونبي صلى الله عليه وسلم بكى. لابد الدنيا مرة ولابد تمر علينا وعليك وعلى كل واحد، نتجرع من هذه المرارة بقدر. بعض الناس يتجرع مرا كثيرا وبعضهم اقل واكثر، لكن العبرة ان الله جل وعلا هيئ لأوليائه في الآخرة ما لم يهيئ لهم في الدنيا. لا تجزع اذا ما جاك مال في الدنيا، اذا ما صرت غني، اذا ما كنت ولد ناس لهم قيمة واقصد قيمة دنيوية، فلا تخاف، فان الله تبارك وتعالى ان كنت مؤمنا صادقا صابرا قد هيئ لك في جنة عرضها السماوات والارض ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي يوم عرج به الى السماء، تعرفون قصة المعراج ولا لا؟ متى جت المعراج؟ متى المعراج؟ جت عقب ما طردوا النبي اهل الطائف، قريش ما تقبلته. يوم ماتت خديجة ومات ابو طالب اذوه، ما تجرأوا على النبي، يعني مدون يدينهم على الرسول الا بعد ما ماتت خديجة ومات ابو طالب. اول كانوا بس يقولون شاعر كاهن كلام، لكن مدت اليد لما مات ابو طالب وماتت خديجة، العزوة الخارجية والقوة الداخلية، خديجة تحميه وتساعده في الداخل وابو طالب يحميه في الخارج. يوم مات ابو طالب ركن ركين ابو طالب وان كان مات على الكفر، وماتت خديجة تقوى عليه كفار قريش. يقول ابو بكر رأيت النبي يجبذ، يمسكون من هنا فيسحب مرة امام ومرة وراء حتى طرح في الارض، وضع على وجهه عليه الصلاة والسلام التراب، وضع على ظهره سلى الجزور، وقيل فيه ما قيل. في هاللحظة تعب النبي وقال لزيد بن ثابت نطلع نخرج، وين؟ قال نذهب الى الطائف. زيد بن ثابت يقول اليك ناقتك يا رسول الله، اركب على الناقة. قال لا تأتي بالناقة، فاذا جاءونا في الصباح وما شافوا الناقة علموا اننا ذهبنا الى مكان بعيد. اذا ركبنا على الناقة بدون ان الموضوع موضوع مكان بعيد، لكن لو طلعنا بدون الناقة بيقولون شكله رايح قريب وبيرجع، وهذا من بعد نظره عليه الصلاة والسلام. وراح للطائف واستقبلوا ثلاثة من كبار اهل الطائف في ذلك الوقت. الاول منهم قال اتريدنا ان نصدقك يا محمد؟ والله لو تمسكت باستار الكعبة تقسم انك رسول الله ما صدقناك. راح للثاني رئيس القبيلة الثانية قال انا رسول الله. قال والله ما وجد الله الا انت يرسلك. وراح للثالث قال ان كنت رسولا لله فانت اكبر انك تكلمنا، وان لم تكن رسولا لله فحنا اكبر ان نسمعك. فاخرجوا عليه الصبيان والغلمان والعبيد، والقصة المشهورة، حتى ضرب وطرد عليه الصلاة والسلام من الطائف وادميت قدميه. والنبي هنا عانى معاناة كبيرة، مات ابو طالب وماتت الحبيبة خديجة وطردني اهلي وطردت من الطائف، وخرج يهيم على وجهه والحديث فيه مقال. تقول عائشة يا رسول الله حدثني باشد يوم عليك. قال يا عائشة يوم قرن المنازل، يوم خرجت من الطائف مطرودا، رفعت اكفي الى السماء، قلت اللهم اني اشكو اليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت ربي ورب المستضعفين، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني ام الى قريب ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي، يقول انا خايف انك غضبان علي بس، ولا مين مشكلة، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك اوسع لي، اعوذ بولي وجه. اسألك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والدين. ثم جلس يدعو. هنا في هاللحظة نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال. قال يا محمد ان الله ارسل معي ملك الجبال. يقول النبي اول مرة اشوف ملك غير جبريل. فقال انه يقول تريد ان اطبق عليهم الاخشبين الجبلين؟ قال لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. وبعد ما رجع الى مكة 6 ليالي تقريبا كما ذكر ذلك للسير، ثم عرج به الى السماء. يقول العلماء قد عرج الله بنبيه الى السماء تكريما له، كأن الله يقول بالمعنى العامي الان اقول انا، اطردك اهل الارض وطردك اهل الطائف وقريش، تعال عندنا في ملكوتنا نكرمك ونبين مكانتك. حتى عرج به عليه الصلاة والسلام الى سدرة المنتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف ملكوت السماوات
وشاف الملكوت ملكوت رب العالمين اصبحت الدنيا عنده ليس لها قيمة. الدنيا ترى ما هي بشيء. ولذلك الرسول ايش قال لنا؟ اني لا اخشى عليكم الفقر. ما بالفقر ما يبعيد. ولكني اخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم كما فتحت عليهم وتتنافسوها كما تنافسوها ثم تهلككم كما اهلكتهم.